مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تبادل الاتهامات بين شركاء العملية السياسية بالفساد، معنا من بغداد عبر سكايب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب. مرحبا بكم. أهلا ومرحبا. أستاذ علي، يعني برأيك هل الحديث وكلام حاكم الزاملي واتهامه لقوى العملية السياسية بالفساد ونهب المال العام، هل جاء حديثه بناء أو من باب الحرص على المال العام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليك وعلى جمهورك وعلى العراقيين جميعا. يعني حتى نكون صريحين وصادقين في قولنا، فإن جميع المشتركين بالعملية السياسية سابقا وحاليا ولاحقا ليسوا على حب ولا على يعني ولا يدافعون ولا يحرصون على المال العام، ولكن تعودنا بين الحين والآخر على هذه الاتهامات المتبادلة وهذه التراشقات بالألفاظ، وربما أخذ دور شريف روما وأن فلان يدافع عن المال العام. ولكن في واقع الحال هسه هو مو فقط السيد حاكم الزاملي، وإن كان الرجل له مواقف جيدة خلال تولي منصب نائب رئيس مجلس النواب، ولكن مع ذلك الطبقة السياسية نقولها بكل جرأة وبكل صراحة فاسدة بامتياز، وربما يكون على رأسها الإسلام السياسي. وبالتالي هذه المنظومة سواء صرحت أو لم تصرح فهي مشخصة عند المواطنين العراقيين. اليوم العراقي تسأل، مع كل احترام لكل الطبقات، تسأل الفقير اللي بالشارع اللي يبيع مخضر وتقول له شنو رأيك بالسياسيين، يقول لك والله ما بيهم، يعني ما بيهم شريف، ما بيهم نظيف، ما بيهم نزيه. فبالتالي هذه التصريحات هي قد تدخل من باب يعني الدعاية الانتخابية، من باب التوجهات الأخرى، من باب المناكفات السياسية. اللي يحرص على المال العام يجب أن يعمل، المال العام يجب أن يعمل بكل الطرق من أجل إيقاف هذا الفساد المتنامي. ولكن للأسف الشديد الأموال المسروقة ربما، يعني تعرفون حضرتكم، أكثر من تريليون دولار ربما تبني قارة كاملة. نعم، في هذه النقطة بالتحديد، ومنذ 20 عاما وأطراف بالعملية السياسية والقوى الحاكمة في العراق تتبادل الاتهامات حول الفساد، وبالتحديد حول أرقام ونهب المال العام والتي تجاوزت تريليون دولار، 1000 مليار دولار نهبت من المال العام. يعني ما الذي حصل عليه العراقيون من هذه الاتهامات جميعا؟ والله يعني أقل تقدير أو أقل وصف أقدر أوصف به السياسي هو بياع كلام، أو كما يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. يعني لو تلاحظ قبل فترة طلع لنا رئيس الجمهورية السابق برهم صالح بالتصريحات رنانة، واتهم العملية السياسية. يا سيدي، أنت كنت رئيس جمهورية وكنت مستقطب عن 65 مليون دينار اللي تجيك رواتب وامتيازات، ما انتقدت العملية السياسية. من طلعت من الحالية على التقاعد أو ما انتخبت جدد لك الانتخاب مرة أخرى، نزلت على الواقع السياسي. وكذلك مشعال الجبوري، وكذلك نور المالك الذي قال المنظومة السياسية فاسدة ولا يحق لنا الاستمرار بالعملية ويجب التغيير، ولكنه أيضا من الذين يتثبتون بالسلطة. وبالتالي المواطن العراقي يا سيدي العزيز ما حصل سوى الخيبات والانكسارات وسوى الخذلان. اليوم العراق للأسف الشديد يعاني معاناة، تعرف عزيزي، بنسبة 41% نسبة الفقر في العراق، لدينا أكثر من 10 مليون عاطل، لدينا ظواهر سلبية بدأت تنتشر بمجتمعنا، تفشي المخدرات، اليوم الجريمة المنظمة، بيع الأعضاء، هاي كلها انعكاسات الفقر اللي السياسيين بسببه. فهاي التلميحات وهاي التصريحات هواء في شبك. المواطن العراقي وصلت له فكرة أحب أنقلها إليك، أن المنظومة السياسية ينظر لها كأنها سوق نخاسة لشراء الذمم وبيع المناصب، ولا يستثني منهم أحدا. طيب، بعيدا عن الكلام وبعيدا عن النوايا وبعيدا أيضا عن البرامج الانتخابية، لماذا لا يقدم من لديه ملفات فساد تدين الضالعين به إلى القضاء ويأخذ القانون مجراه لمحاكمتهم؟ أحسنت وبارك الله فيك على هذا السؤال، نزلت على الجرح. تدري ليش يا سيدي؟ دعنا نتكلم باللغة البيضاء، لأن قلبه محروق وتدوم بيه. لأن هو جزء من هاي المنظومة الفساد. لأن هو اللي يحكي ويقدم ويقول لدي معلومات، هو أيضا هناك من عليه أيضا أضابير وأضيع مستندات، وأيضا عليه ملفات فساد كبيرة.
ولهذا هم لا يتجرؤون أن يذهبوا بها إلى القضاء. وأكبر دليل، وحضرتكم متابعين وتذكرون مقولة مشعان الجبوري لما طلع في لقاء وهي مكشوفة يعني، وقال الكل فاسدون، الكل مرتشون، أبو عمامة والأفندي وأبو العقال، ما حد رد عليه من المنظومة السياسية، لا برلماني ولا وزير، تذكرها حضرتك ويذكروها العراقيين. لو كان أكو بهم واحد شريف كان قال له تعال انت باي حق تتهم الكل تجمعنا، انا مو فاسد، شلون تقول علي فاسد؟ تفضل راح اقيم عليك شكوى بالقضاء، بس ما حد يتقدم من القضاء. لذلك كما قلت هذه دعايات انتخابيه، استهلاك اعلامي، اما كحقيقه السبع مثل ما يقولوا هن اللي يخلي بالسله رقي، يروح للقضاء يقول لهم انا اتهم فلان الفلاني وسارق كذا مليار وهاي الوثائق، بس وهو ذاك المقابل ايضا عليه مستمسكات ضد هذا الشخص، وبالتالي صرنا بس كلام استهلاكي. هم يعولون على الذاكره السمكيه للعراقيين، لكن العراق ما مهتم للوضع، انا اطلع لي تصير بروسهم على اساس شريف وادافع على حقوقهم وتنس الحكايه. نعم، بعد مخاض عصير لتشكيل الحكومه بعد الانتخابات الاخيره، هناك حديث عن تغيير داخل الحقائب الوزاريه بحكومه السوداني، الى اي مدى يكشف هذا هشاشه التحالفات بين شركاء العمليه السياسيه؟ وهل يعني سؤال افتراضي، هل بالفعل بنيت على رؤية وبرنامج عمل وطني؟ أبدا، يعني السيد السوداني قام لحد الآن بتغيير بحدود 57 مدير عام، وكان في النية تغيير بعض الوزراء ولكنه جوبها برفض شديد حتى من داخل كتلته وبالتحديد من الإطار التنسيقي. نعم. وبالتالي الرجل بقى بين نارين يعني، أو بين خيارين كلاهما مر. لذلك بس يعني مساله انه اغير الوزراء دفعه واحده او احاول ان اتي بشخصيات مستقله، هذا صعب جدا في واقعنا اليوم. العمليه السياسيه في العراق بنيت على المحاصصه المقيته، هذا لك هذا الي، وبالتالي لا. هذا الوزير او هذا المدير العام، طبعا للعلم اعطيك معلومه، بعض المدراء العامين حتى ما نفذوا قرار الاقاله، تدري ليش؟ نعم. لان قال لك تعال انا هذا المنصب بيشتريه بكذا مليون دولار، على اي اساس وانتم اشترطتوا او اتفقتوا وياي؟ قلتوا لي انت باقي على عمر الحكومه الافتراضي 4 سنوات، باقي 4 سنوات، انا بعدني ما مطلع فلوس اللي اعطيتكم اياها. فبالتالي هذا الضغط اللي بدا من الكتل السياسيه على السيد السوداني، هسه احنا قد نبرر ساحه السيد السوداني بالدليل باعتبار انه بدا بخطوات جيده، ولكن في نفس الوقت هو لا يستطيع كشف كل الملفات، لأنه الملفات قد تكون حتى أكبر من والضغط المتتالي من هذه الكتل، وخاصة من كتلته التي رشحته ثقيل جدا وقوي، وبالتالي نبقى في هذه الدوامة ونبقى في هذه المتاهة رغم كل الخطوات التي قد نعتبرها مختلفة بعض الشيء، ولكنها ليست في طموح كل الأفراد. نعم. الفرد العراقي، ولكن اليوم الفرد العراقي والشارع العراقي صبره يعني ليس إلى ما لا نهاية. اليوم هناك تظاهرات لكثير من المواطنين والموظفين يطالبون بتعديل سلم الرواتب، يطالبون بتغيير حتى النظام السياسي بالعراق، يطالبون بإيقاف الفساد المتفشي في مفاصل الدولة. بالتالي إلى أي مدى أو إلى متى سيبقى الشارع العراقي، أو هل سيراهنون على سكوت الشارع العراقي؟ يعني اولا خليني اكون صريح وياك، انا وبعض وكثير من الناس او السياسيين قد نحمل حتى جزء من المسؤوليه على العقل الجمعي اللي يتمتع به المواطن العراقي. للاسف المواطن العراقي خاصه في هذه السنوات العجاف ما بعد التغيير تغير بحدود 360 درجه، ربما هي الخطط الخبيثه اللي انتهجوها وخلوا العراقي كل همه بس لقمه العيش، ربما بعدته عن السياسه وبعدته عن حتى الوطنيه، لانه الواقع المرير يفترض ان لا يطال هكذا سنوات 20 عام والعراقي ينتظر عسى ان يكون الغد افضل من اليوم، وكما يقولون نرجو غدا وغدا كحامله في الحي لا يدرون ما تلد، يتصور ان الحكومه القادمه ستلبي طموحه واحتياجه، لكن هذا الصمت المطبق يفترض ان يتحرك. يعني اليوم مثلا من اللي طلع على التظاهرات ضد سلم الرواتب؟ الموظفين فقط.
في موقف آخر الموظف امتنع عن التظاهرات. ليش؟ لأن كان ماخذ راتب ومرتاح، طلعت الناس اللي عاطلة عن العمل. إحنا يرادلنا ثورة بيضاء، يرادلنا توافق وطني. كما يقولون إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أضف إلى هذا أنه اليوم العراقي قلت لك يعني يتأثر بالإعلام، يتأثر بالتخدير اللي تطلق الحكومة الحالية والحكومة السابقة، وأنه نقدم هذا التسويف وهذا المشاريع الوهمية اللي يهمون بها قد تعطي للعراقي جرعة من الإفيون إنه تخدر حتى وهو لازال على نفس الحال لمدة 20 عاما. الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.